السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من دورة الأجهزة الدقيقة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الترمومتر. ثرموميتر هو عبارة عن أنبوب شفاف مدرج يحتوي بداخله على سائل، إما أن يكون من الكحول ويسمى بالترمومتر الكحولي، أو من الزئبق ويسمى بالترمومتر الزئبقي. ويوجد هذا السائل في بصيلة في قاعدة الأنبوب، بحيث إذا ارتفعت درجة الحرارة يتمدد هذا السائل ليصل إلى تدريج معين، وبهذا يعطينا قياس درجة حرارة. وفي حال انخفاض درجات الحرارة فإن السائل يتقلص عائدا إلى البصيلة ليعطينا بذلك قياس درجة حرارة أخرى. وعادة ما يستعمل الترمومتر الزئبقي بشكل أكبر من الترمومتر الكحولي. ومن أشهر أمثلة هذه الترمومترات هو ترمومتر الحرارة الزئبقي الطبي، والمخصص لقياس درجة حرارة الجسم. ومعانا تجربة عملية على استخدام الترمومتر. الترمومتر نظرية عمله إن أنا بقيس درجة الحرارة من خلال ارتفاع عمود السائل اللي هو زئبق او كحول. وهنجرب دلوقتي، هنحطه في مية ساعة علبة بيبسي وهنراقب. ترمومتر تاني زئبقي، هنحطه ونشوف درجة الحرارة كام. هي هتوصل تقريبا لأربع درجات. هنحط الترمومتر بتاعنا في مية سخنة، طبعا قبل ما ننسى الترمومتر ده اشتغل بقياس فهرنهايت. الترمومتر التاني بقياس سيليزيوس، وفي تدريج تالت اسمه كلفن، وده بيستعمل في المختبرات والمعامل. هنبدأ نشوف درجة الحرارة. طبعا الترمومتر ده احنا عدينا الرينج بتاعنا خالص، المفروض ان انا كنت اختار رينج يكون اعلى من كده. اما في الترمومتر الزئبقي وصلنا ل57 درجة، 50 51 52 53 54 55 56 درجة الحرارة بتنزل معايا. ترتفع 58 59 60، وهي دي درجة حرارة المية. وعشان نأكد هنقيسها. بالإنفراد هي 55 درجة،
بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.